السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله وكفى، سلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم والشرك بين القديم والحديث، والكلام على هذه المساله التي هي من الاهميه من مكان، لا سيما وان المقصود الاسمى من خلق الخلق، من تكوين الكون باسره، تحقيق قضيه الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل في علاه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من الشبه التي يتمسك بها القوم الذين يعني يدعون غير الله جل في علاه ويستشفعون، يتوسلون بالانبياء، بل ويرتقي الامر بهم، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله جل في علاه في كشف الكربات وجلب المنافع والصالحات. فيعني عندهم بعض الشبه، من هذه الشبه انهم يقولون الاستغاثه او الاستعانه او الدعاء ليست من العباده، فلما تصنفون هذه التصانيف وتتكلمون عن هذه الشركيات؟ هذه ليست من الشركيات اصلا، لان الدعاء ليس من العباده، الاستشفاع او الاستغاثه او الدعاء ليس من العباده، هذه من المسائل المهمه جدا التي يتمسكون بها، لان عندهم هذه العباده، عندهم هي الصلاه او الصوم او الزكاه أو الحج، هذه هي العبادة عندهم. وطبعا أيضا حتى الاعتقادات عندهم ليست كل الاعتقادات التي يعني يكون بها الأمر المرء موحدا. قلنا أن أهم اعتقاد عندهم في هذا الباب هو إيش؟ الربوبية، هو أنه خالق، رازق، معطي، مانع، مبدع، هذا هو ده الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب، هنا يقولون إذن الدعاء والاستغاثة والاستعانة أو التوسل هذا ليس بعبادة، يعني ليست صلاة ولا صوم ولا زكاة، وهذه بدعة منكرة. والحق بأن العبادات كثيرة، العبادات كثيرة، يعني ليست العبادات عبادات قاصرة على صلاة وصوم، العبادات كثيرة، لأن العبادات من الإيمان، والإيمان شعب متشعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم تمثيلا لا حصرا، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فالحق بأن العبادات كثيرة جدا، ومن العبادات الدعاء والاستغاثة والاستعانة، هذه عبادات، لأنها طلب، وأصل الطلب في يعني هذا أصل الطلب لا يكون إلا ممن يستطيع أن يعطي أو يمنع، وأصل الطلب لا يكون إلا من الذي كون الكون وكل خزائن الأرض عنده، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبت الدعاء، فقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال الله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، قال الله، فدل على أن الدعاء من الإيمان، ولأن هذه من علامات الإيمان أن يستجيب له وأن يدعو الله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل في علاه عن إبراهيم عندما قالوا: أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون والأصل ما يدعون من دون الله إلا في علا، فقالوا: لا، كل آية جاءت في هذا الدعاء في الكتاب على أن الدعاء هو عبادة، هو المقصود به دعاء العبادة، كل آية جاءت بأن الدعاء عبادة المقصود به أنها المقصود به هو دعاء العبادة. وإحنا قسمنا قبل ذلك الدعاء إلى قسمين، إيش؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. إيش هو دعاء العبادة؟ اللي هو بلسان الحال، اللي هو ايه؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، العبادة، هذه العبادة. قال: يبقى إذن كله دليل جاء على أن الدعاء عبادة، يقصد به دعاء ايه؟ يقصد به العبادات، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وهذا خطأ مبين، وأن نقول أصالة الدعاء، وإن كان دعاء مسألة ودعاء عبادة، قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، وقال وقد مدح الله أنبياءه وأولياءه وأصفياءه بأنهم إذا نزلت بهم النوازل يسألون من؟ يسألون الله وحده جل في علاه، عندما قال الله جل في علاه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا في الدعاء الآخر لأيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعداء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل في علاه. وأيضا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ونوح عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. فكلها
دلالة على أنها تشمل الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهما يتلازمان، وهما يتلازمان. والحق بأن لا انفكاك بين دعاء العبادة ودعاء الإيش ودعاء الاستثناء ودعاء المسألة، لا انفكاك بينهما بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بألف لام، الدعاء هو العبادة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء يعني قد ضمن كثير من أبواب العبادات الاعتقادية والعملية، وقد أجلاها، لأن الدعاء فيه أولا فيها الاعتقاد، عبادات قلبية، فيها الاعتقاد بأن الله جل في علاه المانع المعطي، بأن الله جل هو النافع الضار، بأن الله جل في علاه الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله جل وعلا يعني أقرب إلى الإجابة منه إلى الرد سبحانه جل في علاه، ويعتقد في ذلك حياء الله جل في علاه، حياء الله جل في علاه، وأن من حياء الله جل في علاه لا يرد أحدا يدعوه ولا يسأله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، إذا يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو فيردهما صفرا في الرواية الأخرى. وأيضا فيها من العبادات إظهار فقر العبد لله جل في علاه، وهذه عبادة أصالة، أن تظهر فقرك وعجزك وأعوازك وحاجتك لله جل في علاه، هذه عبادة. ولذلك نرى أن النقيض الطغيان والكبري، من الطغيان والكبري ألا تظهر فقرك، بل تظهر غناك عن ربك جل في علاه. لذلك أنكر الله على أمثال هؤلاء عندما قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يعني يقول بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. قال غنى مطغيا يطغى به الإنسان فلا ينكسر لربه جل في علاه. وأعظم العبادات هو يعني قوة الانكسار لله جل في علاه. لذلك ابن القيم يقول وإذا طاف القلب بالعرش ينكسر، يسجد لله سجدة لا يرتفع بعدها أبدا. هذه السجدة تجعله في مكانة مرموقة عند ربه جل في علاه. اللهم اغفر لنا وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذه من الشبهة التي يتمسكون بها ويقولون ليست عبادة، يستغيثون يدعون. يعني أنت لما تطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ليست عبادة، لما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرزق وتفريج الكربات، وأيضا الرزق بدلا من أن تسأله من رب الأرض والسماوات، يقول هذه ليست بعبادة. يقول هذه شبهة عظيمة جدا يلبسون ويروجونها للعوام. ولذلك العوام عندما تسألهم يقول لك لا أنا أعتقد أن الرزاق هو الله جل في علاه، هذا الذي يقال. إذن لو رجعت أترجع لنفس الدائرة أن التوحيد عندهم قمته وإيه؟ الاعتقاد فقط في الربوبية وانتهى الموضوع، أن الرازق الخالق المعطي المنع والله جل وعلا، ومع أن الألوهية من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. لذلك روجوا لهذا وانتشر في جميع الربوع أقطار البلاد، والعوام هم الذين أكثر الناس تأثرهم بذلك، يتأثرون بذلك ويذهبون. بقى الآن أنت ترى عند الحسين، عند البدوي، عند أبي العباس، ترى ما لا يتصوره عقل ولا يقبله قلب بحال من الأحوال. من الشبهة التي يتمسكون بها أيضا في هذا الباب يقولون كل الآيات التي نزلت في ذم من دعا غير الله جل في علاه كلها في عبادة الأصنام، كلها في مسألة الأصنام. يعني هؤلاء كانوا يدعون اللات والعزة، كما يعني قال الله تعالى فرأيت اللات والعزة ومناة ثلاثة الأخرى ألكم الذكر أم لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيز. فقال كل الأدلة التي جاءت أو الآيات التي جاءت كلها تذم دعاء غير الله تعالى، لأنهم كانوا يدعون أي أصناما، كانوا يدعون اللات. لكن يقولون عن أنفسهم، أنا ما أريد أن أنسب القول، يقولون عن أنفسهم أنهم يدعون أولياء وأصفياء ويدعون أنبياء ويدعون يعني من لهم المكان عند الله جل في علاه. لكن اللات العزة هذه ليست إلا أصناما، فلذلك الله تعالى ذمهم في هذا، ولأن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا. ما هؤلاء أيضا لا يملكون، يقولون لا ملكهم الله، هذا الذي يتمسكون به. عشان كده قلت لك هو يريد يخرج من باب معين، يقول الله أعطى الولي القوة في إحياء الجنين في بطن الأم، لأنه لو قال جهارا هو يحيي الجنين في بطن الأم، العوام قبل العلماء سيقولون كفرت. لكن هذا المدخل لا يفهمه إلا من طلبة العلم المتقنين. وطبعا طلبة العلم المتقنين أول ما يتكلم في الأفلام ده، أنت الآن تبغض أولياء الله وأنت تعادي أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بما يحدث في تأثير العوام. فيقولون الآن الآيات التي جاءت في ذم دعاء غير الله جل في علاه كانت على الأصنام،
وهم يدعون يدعون اصحاب الايش الولاه والمكانه عند ربهم جل في علاه. شوف شوف انظر التفريق. فاذا قلنا بهذا الباب نقول لا والله مشرك العرب كانوا يدعون الاحياء ويدعون غير الاصنام، كانوا يدعون الملائكه، كانوا يدعون الجن، كانوا يدعون اناسا صالحين. والدلاله على ذلك ايه فاصله، قال الله جل في علاه اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في قوم أشركوا. قال ابن مسعود في تفسير ابن مسعود يقول هم نفر كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن وما زالوا هم على عبادتهم لمن؟ للجن. يعني في قوم من أهل الشرك كانوا يشركون بالله، نعم كانوا يعبدون يصفون العبادة لمن؟ الجن. يدعون من؟ يستغيثون بمن؟ يستعيذون بمن؟ يستعينون بمن؟ بالجن. كانوا أناس يستعينون بالجن، يستغيثون بالجن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأسلم الجن فابتغوا إلى ربهم الوسيلة فذمهم الله جل في علاه هؤلاء الذين تدعون هم يرجون رحمة ربهم ومغفرة ربهم سبحانه وجل في علاه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. وبعض التفسير مجاهد اعتقد وابن جبير انهم قالوا، وهذا اذا رايت التفسير عن مجاهد فعلا من الاصل عنده من ابن عباس، يقول انهم كانوا يعبدون الملائكه، كانوا يعبدون الملائكه، والملائكه هم اعبدوا الخلق لله جل في علاه. يقول الله جل في علاه مادحا اياهم الكرام البرره، قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون وهم يفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تؤط أن تؤط أن تؤط، قال ليس فيها موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك راكع أو ملك ساجد. فهم لا يستكبرون عن عبادة الله جل في علاه. وبعضهم قال الآية نزلت في الذين عبدوا عزيرا وعيسى، وبعضهم قال ليس لا الكلام ليس في عزيرا، عزيرا كان قد مات، والكلام على الأحياء. والصحيح الراجح أن المسألة هنا أن الفاصلة أنهم يقولون كل هذه الآيات في الأصنام، أصنام لا تنفع ولا تضر. أما هؤلاء هم أولياء الله الذين لا يخافون عليهم ولا هم يحزنون. الصحيح الراجح في ذلك كما قلنا أنها نزلت في هؤلاء ونزلت في هؤلاء كما سنبين. ماشي تفضل. إذن هذا إنكار على المشركين، هم لما أشركوا بأنهم يعني كانوا يدعون غير الله تعالى من الملائكة والجن وأيضا من أناس صالحين. فقد قال بعض العلماء كانوا يدعون عيسى عليه السلام ويدعون عزيرا، لذلك قال الله تعالى أولئك عنها إيش مبعدون، أولئك عنها مبعدون. لا نعم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، مع أنهم يدعونهم من دون الله جل في علاه لكنهم تبرؤوا منهم. وأيضا لو رجعنا وتنزلنا وقلنا كل الآيات التي ذمت الاستغاثة والاستعانة والدعاء أنها في الأصنام، الأصنام أصلها إيش؟ أولياء. لأن الأصل في عبادة الأصنام كانت في ود وسواع وإيش ويغوث ويعوق ونصر. فهؤلاء كانوا أناس كما في قوم نوح، كانوا من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل البر. فالشيطان عندما ماتوا يعني سول للناس أن يسولوا لهم هذه تلك التصاوير ليجتهدوا في العبادة، فلما تباعد الزمان واندثر العلم عبدوا من دون الله جل في علاه واستغاثوا بهم واستعانوا بهم ودعوهم من دون الله جل في علاه. أيضا من الشبه التي يتمسكون بها في استجازة الاستغاثة والاستعانة بغير الله جل في علاه أو دعاء غير الله جل في علاه أنهم قالوا إن هذه الآيات نزلت في المشركين، فكيف تنزلون الآيات التي نزلت في المشركين على التي نزلت في المؤمنين؟ هذه طبعا أيضا في جمع هذه الأطراف في أسرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب، وهو الكتاب وإن كان في ورقات صغيرة لكن هو أعظم الكتب نفعا، وهذا الكتاب هو آخر كتب شرحا لكتب شرح سنة 800 ويبدأون بها، كتاب اسمه كتاب كشف الشبهات. فهم يقولون هذه الآيات نزلت في المشركين الذين عبدوا عزيرا، الذين عبدوا اللات والعزى، الذين عبدوا ودا وسواء، هذه نزلت في المشركين ونحن أمامكم نقول لا إله إلا الله، نحن من أهل الإسلام، نحن من أهل الإسلام. وإذا وهذه بدعة والله صباح مساء ليل نهار تسمعونها
ولا تنتبهون لها، والله تسمعونها ليل نهار ولا تنتبهون لها. يعني لما هي تتكلم في أي مسألة في مسائل الكفر أو الإيمان يقول لك هذه في المشركين، في مشرك العرب، كأنه هنا الآن هذا الخطأ من وجهين أو هذا الخطر من وجهين. ما هما؟ ممتاز. هو الوجه الأخطر ما يكون إن هو قال خلاص أنت لا تتكلم لأن هذه مسألة خاصة بهؤلاء فلا تتعداها. إذن هذه الآيات التي كفرت استغاثة واستعانة وضياغ هذا في مشرك العرب، في المشركين، ليس في أهل الإسلام. ونحن الحمد لله قد عم الإسلام إيش أقطار المعمورة بأسرها. الخطر بقى الأعظم ده الصحيح هو هذا الأخطر، أخطر من ذلك لما يقولون في أن هذه الآيات في مشرك العرب في المشركين. يبقى إذن القرآن لا يصلح إلا إيه لزمان هؤلاء. يبقى هذا القرآن لا يصلح إلا، وهذا أخطر ما يكون لأن هذا غمز في القرآن وتعطيل له. هذا غمز في القرآن، هذا المقصود الآن هو غمز في القرآن وتعطيل له، أن القرآن أصلا لا يصلح لزماننا. والقرآن يعرف اللي احنا فيه، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر النظر على يعني جواب عليه من أمور. الأمر الأول أنا وإن نزلت مشرك العرب فمن شابههم فهو إيه؟ فهو منهم. فمن شابههم فهو منهم، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من شابه بقوم فهو منهم، حكمه حكمهم. ليش؟ لأن التأصيل العام أن الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين، وأن الآيات التي نزلت في سين لم تكن نزلت في سين، نزلت في الحالة. ولأن معظم الأحكام، بل كل الأحكام، لا معظم، كل الأحكام على العموم لا على التخصيص. القرآن ما نزل للأشخاص، ده نزل لعموم الدنيا بأسرها بالأزمنة والأمكنة المتوالية المتعاقبة المتتالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي كان يؤتى ما على مثله آمن الناس من المعجزات، يحيي الموتى، يبرأ الأكمه بإذن الله، ويشفي المرضى بإذن الله، أيضا يفرق البحر بالعصا، معجزات. المعجزة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم خالدة إلى يوم الدين إلى أن يأذن الله على بخراب الدنيا بأسرها هي إيش؟ هي القرآن، هي كتاب الله الذي في علاه. لذلك قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم تمكينكم، سواء من قبل أو من بعد، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. وانظر بقى للتأثيرات العامة في هذا الباب. الله تعالى يقول عن قوم لوط أنهم لما فعلوا هذه الفاحشة بأن الله تعالى أمر الملك فعلى بهم إلى السماء وقلبهم وأمطر عليهم حجارة من سجين. بعد ذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين. ولذلك الفقه الراقي عند ابن عباس قال الحكم على من يفعل فعل قوم لوط أن يؤتى به إلى جبل شاهق، من أعلى جبل شاهق، ثم يلقى، ثم يرمى بعد ذلك بإيش؟ بالحجار. وما هي من الظالمين ببعيد. هذا فقه راقي في هذا الباب. فالأحكام نزلت على العموم لا على الخصوص. وإلا القرآن أنتم بذلك تقول القرآن لا يصلح لكل زمان ولا لكل مكان، ده هو قالب، وكل من كان في القالب دخل واخذ حكم هذا الحكم. فهي الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين ويفرق بين المختلفين المفترقين. يبقى إذن نزلت نعم في المشركين، وماذا بعد؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأدلة على ذلك كثيرة. لما يأتي رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طهرني إني أتيت من امرأة، ما يأتي رجل من امرأتي غير أني لم أطأ، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ماذا يفعل حتى أوحي إليه. فانتهت الصلاة فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرح الرجل قال ألي خاصة؟ قال لا ليس هذا. قال ليس كذلك. قال بل لأمتي إيش؟ بل لأمتي عم، بل لأمتي عم نازل اللعان في هلال بن أمية. هل واقف عليه؟ أبدا. نزلت الظهار، آيات الظهار في من؟ في 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 خولة بنت حكيم التي تشتكي زوجها، هل وقف عندها الحكم على التعميم؟ على التعميم. قول الله جل في علاه يا النبي إذا طلقتم نساء فطلقون لعدتهن، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا على التعميم. بأصل في الأحكام التعميم لا. فلو كانت الآيات نزلت في المشركين وماذا بعد؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. فمن وقع فيما وقع فيه فلو حكم ما حكم عليهم به. ثم الشبهة الأخيرة يتمسكون بها، وطبعا هذه يعني حقا من المضحكات المبكيات. قالوا كيف
يعني تتجرؤون على الكلام علينا في مسألة الشرك والكفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وعلق المسألة بأسرها على الأمان والأمن والإسلام بلا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، قال له أقتلته بعدما بعدما إيه؟ أكمله بعدما إيه؟ فقط. يبقى المسألة عولها على إيه؟ لا إله إلا الله بعدما قال لا إله إلا الله. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه ما أكثر عليه وقال يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقالوا هذا أصل أصيل في هذا الباب بلا إله إلا الله. وطبعا هذا الكلام يعني كلام صراحة يعني هو لا يدخل إلا على الأغرار الأغمار. نقول له نعم، كم وكم من قال لا إله إلا الله وفي لحظتها قد كفر؟ ده معناها الذي يقول لا إله إلا الله لا يكفر بعد ذلك لو أتى بأي كافر بأي كفر. فاحنا نقول لا إله إلا الله لها معاني لابد أن يأتي بها، ولا إله إلا الله لها نواقض لابد أن يتجنبها. فإن لم يتجنب النواقض ولم يعلم معناها لم يكن موحدا، دخل الإسلام وخرج منه كما دخل، خرج منه. أما قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الباب في كثير من المسائل التي حتى الشرك الأصغر لو تكلمنا عنها، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. لما يقول السلام ستاني بأمتي هما بهم كفر، وقال السلام العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا إله إلا الله لها نواقض كثيرة، أقلها عدم الكفر بإيش؟ بالطاغوت. عدم الكفر بالطاغوت ناقض من نواقض لا إله إلا الله، لأن الله جل في علاه قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال من قال لا إله إلا الله انظر فيما بعدها وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو إيه؟ عجبا لمن ينزل البوذيين منزلة المسلمين، عجبا ثم عجبا. وليس العجب منهم، هو هالك أصالة، العجب من يسمع ذلك ويمر عليه كمرور الكرام ولا يستطيع أن يقف ليوقف هذه المسائل الخطيرة جدا في تسوية البوذي بالمسلم. البوذي بالمسلم يستوي به، كيف ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما أنزل على بما يعبد بما عبد من دوني أو بما عبد من دون الله جل في علاه. يبقى الأصل والأصل أن نقول بأن لا إله إلا الله وإن سلم بها المرء فإن الأدلة الوافرة المتوافقة المتضافرة أنه لابد أن يستتم له المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ماذا قال؟ قال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أكملوا، لأن في التمام دلالة على ما هم فيه من خطر، ها إلا بحقه وحق لا إله إلا الله الغلاء والبراء، حق لا إله إلا الله إثبات والنفي، هذه حق لا إله إلا الله. فمن لم يأتي بها فليس من أهل لا إله إلا الله بحال من الأحوال. ولذلك لما حصل الإجماع في هذا الباب، لما أنكر عمر بن الخطاب على أبي بكر وقال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها، فقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. أما الأنبياء فخذ عندك هم الذين قالوا لا إله إلا الله يخافون من الوقوع في النقيض، قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الله جل وعلا لأعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل في علاه من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قال الله تعالى على جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الشبهة الوهية التي يتمسكون بها لا ساق لها ولا قدم بحال من الأحوال، وتبقى لا إله إلا الله خفاقة عالية، وأن لا إله إلا الله لابد فيها أولا من توحيد الله جل في علاه، ولا يستتم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت وأيضا بنفي أدوات الشرك وأمور الشرك. وبهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية. يبقى لنا الكلام عن الإخلاص في عبادة الله جل في علاه، والحمد لله نحن على مشارف الانتهاء. فلذلك سيستديم معنا بإذن الله الكتاب يعني حتى يعني لا يدخل علينا رمضان إلا وقد انتهى بإذن الله. اللهم سهل علينا رب العالمين.